ما هيك؟ ايه؟ وين الفطاير؟ هون بالزبدية. تفضل كولي. ضيفين هنيك يا بنت لمو يا بنتي. تفضل كله. شوفي، مانك خايفة إنه شي حدا يشوفنا؟ أنا ما عاد يهمني أبداً. أنت مزعوج من التفكير بأنه حبنا هو السبب اللي صار؟ يا جماعة ما بدكم عزمة على الأكل كتير. ما هيك جدك حكى الحقيقة. حطي نحن مع بعض، بس شو كان التمن؟ هو خسر بيته ونحن كمان خسرنا كل أملاكنا. طيب نحن بأي حق عم نخرب لهم حياتهم؟ شو بدنا نعمل؟ هي حال الدنيا، حقهم يعيشوا حياة منيحة. اسمعني، بالأوقات الصعبة بس بيكبر الحب. وإيه أكيد خسرنا ثروتنا، بس نحنا كسبنا شي تاني وهو انه نتوحدوا. شوريا، من ناحية الشغل خسارتنا كتير كبيرة، بس إذا نحنا منقيم الروابط بدل المصاري مكاسبنا كبيرة. شوفوا طيب أمانة تاك. فضل شاركني. ما هيك بتعرفي انه في شي لسه ما خبرتك اياه؟ انت عم تعلميني شي جديد كل يوم. شوري هلا بيشوفونا العالم؟ ما عاد يهمني شي، اللي بيشوفنا رح يقول قديش بيحبوا بعضه. ألو؟ شو؟ يا ترى شو بدهم مننا؟ بس بنتي؟ هنن ليش عم يعملوا هيك؟ شو يلي عم بيصير؟ شو هاد؟ روق لا تعصب ابني، أنا ما رح رجع لهم هذا البيت، بس أنا عم ساوي حركة ذكية كتير. أهلا وسهلا، شرفتوا. بتمنى ما تكونوا تعذبتوا لحتى لقيتوا البيت. شو اللي عم تعملي انتي؟ رح ترجعي لنا بيتنا؟ وليش؟ بس لأنه أنا بحبك يا جيفان. كمان ما كانت حلوة شوفتكن عم تتبهدلوا بهاي الطريقة، ومع هيك ما قدرت اتعاطف معكن، وإجت شيتال لهون وعملت لي مشكلة كبيرة مشانكن، وكمان طلبت مني إنه ما أحرم سونال من بيتها، وطبعاً أنا شفقت عليكم كتير مشان هيك رجعتكم لهم. يعني أنتي بدك ترجعي لنا بيتنا؟ هيك قصدك؟ إيه، بس مو ببلاش، بالإجرة. إيه، إذا أنتوا بتوافقوا تدفعوا 100,000 بالشهر أكيد أنا ما رح أرفض أجركم يا. عن جد؟ أي حلو كتير، بدك تأجرينا بيتنا بثلاث أضعاف الأجار؟ شو هالحكي هاد؟ أنت من كل عقلك عم تحكي؟ ها، شا
شيتال شفتي أنا مستعدة أجرهم يا، وإذا ما رح يدفعوا فيهم ينصرفوا. خبروني شو اللي بدكن يا، أنا ماني فاضيتلكن. ونحن شلون بدنا ندفع لك 100,000 روبية بالشهر؟ موافق، أنا بدفع لك. شاريا بس يا شاريا، شو الحكي؟ ليش كل هالعجلة استاذ كنا؟ لازم تدفع لي 75,000 روبية مقدماً، هذا الشي خلال 4 أيام، وإذا ما جبتون أنا رح أضطر طالعكن لبرات البيت للمرة الثانية. كتير شكراً لعرضك هاد، نحنا رح نجيب المصاري ب4 أيام، ما رح استنى أكتر. رجاء لا تسأليني ولا شيء، لأنه أنا ما رح أقدر جاوبك. أنا عملت هيك من شان جدك يسترجع بيته. رجاء مجاني؟ امشي أخي امشي. شو صار هلا؟ ها؟ ليش عطيتيهم هاي الصفقة؟ عطيتيهم شيء تمسكوا فيه، أجرتيهم بس ب100,000 روبية بالشهر. سكوت أنت، لو ما عملت هيك شيء أكيد شيتال كانت رح تحطنا بالسجن على القليلة، هيك ما بقى رح تزعجنا. وأنت ما كتير تفكر بمهك وشوريا، نحن رح نطلعهم لبرا بعد 4 أيام، لأنه مستحيل حدا يدينهم هيك مبلغ وهن بهالوضع. شوريا، انت قلت لها لبامي انه رح تدفع 75,000 روبية خلال 4 أيام، بس شلون رح تدبرهم؟ عمي مثل ما صارت لنا فرصة لنرجع للبيت، اكيد رح تصير لي فرصة لحتى ادبر المصاري هدول. رجاء ما تاكل هم. مو هيك السبب بكل يلي صار؟ يا ترى هو وينه بعد ما عمل لنا كل هاي المشاكل؟ خالتي ما بيهمنا وينه مو هيك هلا، اكيد هو ما رح يبين لانه بيعرف شو عامل، لهيك سكروا لي على هالموضوع. رجاء رح نأمن المصاري، انتو ارتاحوا هلأ رجاء. الدنيا دوارة، كنت أصرف 75,000 روبية بسهرة واحدة. أهلا وسهلا فيك بعالم البساطة يا فيكي. وبتمنى تفهم إنه في بالحياة غير السهرات، لسه في الشغل كمان. خلونا نبيع شوية أغراض من البيت، التلفزيون، البراد، أي شيء. الفكرة مو سيئة، وهذا الشيء رح يساعدنا. الفكرة كتير معقولة. شو عم تحكوا؟ مو حاجة ما في مكيف وبدكن ما اشرب مي باردة كمان؟ كيف فيكن تفكروا تبيعوا البراد؟ أنا رح أحكي مع مديري، بلكي بيعطيني شوية مصاري سلف، وكمان فيني اشتغل ساعات إضافية وباخد مصاري زيادة. لا أبداً. نحن ما رح نبيع شيء بس لحتى نأمن ال 75,000 روبية. خبروني لشوف، إذا تأمنوا هاي المرة كيف رح نرجع نأمنهم؟ هذا مانو حل. كيف بدنا ندبر الإجرة؟ شو بدنا نساوي؟ وسونال، أنت ما لازم تشتغلي ساعات إضافية أبدا. أنا بعرف إنه هالمبلغ كبير علينا هاي المرة، بس بنقدر إنه نأمنه. اسمعوني، أنا بدي أطلب منكم طلب، ما تقلقوا وهدوا حالكم، مسؤوليتي إني أمن هذا المبلغ، خلوني أتصرف براحتي رجاءً. وكمان أنا حكيت مع مستثمر مجازف هلأ. شوريا، شو هذا مستثمر مواشي؟ هو قال المجازف، ولا تفكري كتير.
بس كورونا، لو أخذتي بنصيحتي وقتها وما عملتي اللي عملتيه وما نقلتي ملكية ثروتك وممتلكاتك اللي كانت إليك لاسم شوريا بهداك الوقت، ما كنا وصلنا لهي المرحلة هذا اليوم. أنت غلطتي غلطة كتير كبيرة وقت خليتي شوريا مسؤول عن كل أملاكك، وهاد كان أكبر غلط أنت بتعمليه بكل حياتك. شوريا نقل كل شيء لاسمها لمهك، ومهك عطت كل شيء لريكتا، وبالنتيجة نحن موجودين هون بذله القديمة. ما بعرف إذا منتحسن. لا تخاف، كل شيء رح يتحسن بهذا الوقت. خلينا نكون إيد واحدة وأكيد رح نقدر نتجاوز هاي المصاعب، وثقتي كتير كبيرة بشوريا، وأكيد رح يقدر يرجع كل اللي خسرنا. بس 75,000 ما رح يكفونا، نحن لازم ندفع 100,000 روبية كل شهر بس لأجار هذا البيت، وهلأ ما في معنا شيء. وما لازم ننسى أنه عنا عيلة كبيرة لازم نطعميها، وأبداً ما له سهل أنه نأمن مثل هيك مبالغ ضخمة. شوف عمي، بأكد لك أنه الاستسلام هو الحل الأسهل. شو أصعب شيء بالحياة الواحد بيعمله؟ أنه ما تعيش حياتك بطريقة بتحبها. أكيد معك حق عمي، لأنه نحن لازمنا أكثر من 75,000 روبية بالشهر بس لحتى نخلي آجي بعيد من هون. ومثل ما قلت لكم، أنتوا تركوا كل شيء علي وأنا بحلها. سونال ما بتشتغلي إضافي، ولا مفروض نحن نبيع أي شيء من أغراض هذا البيت أبداً. لهيك رجاءً أنتوا ما تاكلوا هم، لأنه أنا رح حل كل القصة. شوريا، هي مو بس مسؤوليتك لترجع كل شيء مثل ما كان، واجب كل حدا فينا أنه هو يساهم. مهيك رجاءً، أنتي ما سمعتيني شو قلت؟ أنا وعدت الكل أني رح رجع هالبيت من أجي، وأكيد أنا رح أوفي بوعدي هاد. شوريا، ابني قد حاله، إذا هو وعد بشي أكيد بيوفي فيه. مهيك، ممكن تغسلي قميصي الطويل التقليدي؟ حاضر، رح أغسله فوراً. أنت منيحة؟ إيه؟ إيه منيحة، بس قلقانة على شوريا لأنه حكي جدي زعله كتير، مشان هيك هو مصر إنه يرجع البيت من إيدين أجي. إيه، اسمع، هالرسالة وصلتني قبل شوي. اسمع، في مرة متصلة بشاب وعم تسأله إذا هو متزوج. الشاب بيقول لا، وبيسألها مين اللي عم بيحكي. بتجاوب المرة بعصبية وبتقول له إنه هاي مرته اللي عم تحكي معه هلا. معك حق، نحن مو بس لازم ندفع الأجار، لازم نأمن احتياجات البيت. ما بيصير نترك كل المسؤوليات على شوريا. عمامك لازم يتحملوا شي، ما بصير يقصروا إذا شوريا تعهد بكل شيء. رح أرجع أشتغل بمطعم عمي راتان، المصاري يلي باخدها بتساعد. أنا رح أنزل لعند عمامك وحاكيهم، بلكي بيقتنوا وبيعملوا شيء مفيد وبيبطلوا حكي بلا طعمة. ورجيني. طيب. شوريا، انت ما اكلت شي من الصبح، كلك شي شغله وبعد اشتغل. انا ماني جوعان، عندي موعد شغل بكره الصبح، منشان هيك خليها للعشاء. لسه مطول العشاء، كل هلا. ماشي، لكن حطي لي شي اكله. شوريا اسمعني، انا بعرف انه انت بدك تتحمل مسؤوليه كل شي لانك وعدت بهالشي، بس رجاء لا تضغط على حالك كتير، والبيت إلنا كلنا ولازم نشتغل لنأمن احتياجاته. لهيك لو سمحت خلينا نساعدك. شو عملت؟ شو هاد؟ قوليلي شو اللي صار. مهيك قلت إني رح صلح كل شي، يعني رح صلح كل شي. طيب شو في داعي لكل هالدراما؟ شوريا، انتي عم تشكي بقدراتي؟ شوريا، انا ما عم شكك بقدراتك لانه انا عندي ثقة فيك، بس انا خايفة اذا الامور ما مشيت مثل ما انت مخطط فوقت رح تنزعج. انتي عم تحكي هيك منشان تواسيني، لازم تثبتي لي انه بتوثقي فيني،
بالفعل مو بالحكي، وتركيني انا دبر المصاري، انت بس ديري بالك على البيت والعيله، انا ما بدي اتجادل معك هلا، ما هيك فهمتي علي؟ خلصنا. شوريا بالبيت بهالطريقه، انتو بالزور حتى قدرتوا تطلعوا عيلة شارما من هداك البيت، وهلا شو؟ ليش رجعتوهم على البيت مشان 100,000 روبيه؟ انا ما عملت شيء، امي يلي ساوت هيك. لا تتهرب من غلطك وتحمله لامك اجي، انا بتوقع انك عملت هيك مشان ترضيها لمهك. ليش قلقانه كثير حبيبتي؟ رح يطلعوا، بيطلعوا مره تانية من البيت بعد 4 ايام. اول شيء انت لا تقلي حبيبتي، ماني حبيبتك. اسمعني، روح اشتغل شي شغلة تانية بالمطبخ، وأنا اللي رح أخذ الشاي. يلا بسرعة. وتاني شي، أنا كمان ما عندي ثقة بأمك بالمرة. شو اللي عم تخطط له وحدة قوية ما بينحزر عليها بلوم؟ هي ريكي، أمي مثل ما عم تفكري، ماما مثل النسر، شخص انتهازي وبتعرف كتير منيح كيفيه، رح تستغل بؤس هالعالم. إذا فشلتوا وخربتوا كل شي ساوينا، رح طالعكن برات البيت. وانت قول شو عم تعمل هون؟ عم تتسمع على كلامنا؟ يلا اطلع. اسمع يا حلو اجي، انت ابدا ما لازم تستهين بشوريا، بنى امبراطورية كبيرة وعمل شغل خاص فيه من لما كان صغير، واللي اخذناه منه بس ثروته مو موهبته، واذا هو بتصحله فرصة وحدة اكد لك انه رح يرجع يشتغل من جديد. وعم قلك هلأ هو رح يرجع ينتقم منه. أنا اليوم وصلتني معلومات عنهم، شوريا عنده مقابلات شغل مع المستثمرين حتى يبلش شغل جديد، بس أنا اللي رح اشتري هدول المستثمرين. بس رجاءا بدي ما تتصرفوا شي بهذا الوقت، وتأكد إنه أمك ما رح تعمل شي مو منيح. ما لازم ناخذ قرارات ركتها بجديه، نحن لازم نخطط لحالنا. انا بظن انه هذا الشيء ما كان مثل ما انت متوقعه بالمره، مو هيك؟ هذا اللي قلت له اياه، بس اسمع شو صار بعدين. نحن كنا بطريقنا من نانيتال لألمورا، وكانت عم تمطر بقوة كتير، وحسينا كأنه رح نعمل حادث كبير. أنا قلت لزوجي إنه الطقس رح يصير أسوأ من هيك، وطلبت منه إنه يرجع، بس ما رد علي. ليك جيفان، فيني حاكيك شوي؟ ثواني كانتا، لسه ما وصلنا على ألمورا، كملي يلا. شو عم قلكن؟ أنا بس بحلقت فيه وهو خاف مني، ومشان هيك رجع بالسيارة دغري. لازم تطلعي بزوجك وبنفس تطليعت كانت على زوجها هلا. شرف. طيب شايفين مرتي بدها تحكي معي هلا، وانتو كملوا حديثكم ورجالكم بعد شوي لما نخلص حكي. روح تحرك. يلا يلا. انا ما حكيت الشيء كل القصه لك. شو في؟ شو اللي صاير؟ ليش عم تشديني؟ انت ما عندك احترام لحالك؟ صهرك عم يشتغل ليل نهار لأمن مصاري، وانت بس قاعد عم تنكت ومرتاح ومو فارق معك شي. آسف، من وقت ما قال شوريا انه هو رح يتكفل بكل شي. طيب معقول هيك؟ معقول انت تقعد وترتاح وسونال وهي حامل طلعت وراحت تشتغل؟ حتى نهال عم تشتغل كمان، ما بتعتقد انه فيك تطلع لبرا وتدور على الشغل مشان انت تساهم بالمصروف؟ ما بتقدر. يا كانتا اعتبري شوريا مثل ابنك وخليه يتحمل مسؤولية كل شي هلأ، وانتو لازم ما تاكلوهم. بس شوفوا، لحتى يتركب المكيف انا راح ضل لابس ثياب خفيفة، وبأكد لكم عن قريب شوريا راح يجيب المكيف. خلص. بعتذر. شوريا رح يتحمل كل شيء، انتو لا تاكلوهم. لا 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 مو مشكلة،
قصدي أكيد شوريا رح يعمل اللي هو بيقدر عليه، بس نحنا ما بنقدر نضل قاعدين بالبيت بلا شغل هيك، يعني لازم نحنا ندور على شي شغل نشتغلها. ما كانت أنا رح أخذ رافي معي ونروح على السوق هلأ. بالإسم. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.